وحال الكرة المصرية والأوروبية ورياضات أخرى تأتيكم في جولة الرياضة الآن. والزميلة أسماء قنديل، شكرا لكما. أهلا بكم مشاهدينا وجولة رياضية جديدة. قاد حسين الشحات فريق مصر المقاصة للانفراد بالمركز الثاني في جدول الدوري الممتاز بعد الفوز على الزمالك بهدف نظيف دون رد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري. سجل الشحات هدف المقاصة في الدقيقة 19 من المباراة التي شهدت اعتراضات من الجهاز الفني للزمالك على أداء الحكم جهاد جريشة، وبهذه النتيجة رفع المقاصة رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 40 نقطة في المركز الثالث. شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما شديدا على جهاد جريشة حكم مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري الممتاز، حيث أرجع منصور خسارة ناديه أمام مصر المقاصة لأخطاء التحكيم بتغاضي جهاد جريشة عن احتساب ركلتي جزاء للزمالك، مؤكدا أنه لن يستفيد شيئا من الاعتراف بالأخطاء بعد انتهاء المباراة. أشاد إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة بأداء لاعبيه عقب المباراة، مؤكدا أنه حال عدم الفوز على الزمالك كان سيرحل عن تدريب الفريق بعد خسارة العديد من النقاط السهلة خلال الفترة الماضية، مضيفا أن فريقه سيسعى للمنافسة على الدور الممتاز حتى اللحظات الأخيرة. هم ثلاثة بونت مهمين بغض النظر احنا مشينا الماتش ازاي، الماتش مشي ان احنا احرزنا الهدف في التدريب، الشوط الاول تقريبا شوط مميز بالنسبه لنا، الشوط الثاني سيبنا الكوره كتير لكن ما كانش فيه خطوره، الزمالك حاول يشتغل لكن باين انه كان مقفول عليهم، ودي ليها طبعا اسباب كثيره ان احنا بقالنا مده بنخسر نقط، ما احنا يعني انا شايف اللعيبه كانوا بيأدوا الاداء يعني جيد الى حد كبير وخصوصا المباراه اللي فاتت، فدي عملت لنا ان احنا بنحاول نحافظ على الفوز شويه، وما كانش في مشاكل قوي في الشوط الثاني مع ان الكره كانت مع نادي الزمالك، لكن كان في تسارع شويه، لكن ربنا كرمنا الحمد لله. يعني انا لو ما كسبناش النهارده مش هكمل، مش عشان بالعكس هم يعني اللعيبه يمكن دي افضل سنه هم مقدمين فيها اداء مستوى كبير جدا في 70 80% من الماتشات، ودي عادي انك تلعب بعض الماتشات فيها اداء سيء او يعني فيها عدم توفيق، لكن انا كنت شايف ان نقط ما يجبش ان احنا كنا نخسر، مش هنقول الماتش ده عوضه لان لسه هنلاعب مصر ولاعب الزمالك يعني لاعب الفرق الثانيه. مش هكمل يعني هتروح مكان ثاني؟ لا خالص مستحيل، يعني انا مش هقول الناس، طبعا الناس ما تعرفنيش، لكن اللي يعرفني مستحيل ان انا امشي من اي نادي انا فيه حتى لو كان نادي درجه ثانيه او ثالثه واروح نادي ثاني في وسط الموسم، الا لو انا مشيت اصلا من زمان وما عنديش يعني قعدت مثلا سنه او قعدت وجيت في نص موسم تاني، لكن مستحيل ان انا اسيب فرقه عشان اروح حته ثانيه. أكد حسين الشحات لاعب مصر المقاصة وصاحب هدف الانتصار على الزمالك أن اللاعبين تعاهدوا على الفوز على الزمالك قبل اللقاء من أجل بقاء المدير الفني للفريق إيهاب جلال الذي نعمل معه منذ 3 سنوات، وهو ما وضح خلال المباراة. الحمد لله النهارده كان كابتن ايهاب يعني كان مركز معانا اللي احنا نعمل حاجه كويسه النهارده، وربنا يكرمنا احنا نركز في الماتش وكده، وكنا مركزين ان احنا نعمل حاجه اللي احنا نكسب النهارده، والحمد لله كان مهمنا كلنا ان احنا نبقى هدف واحد واللي احنا ربنا يكرمنا ونكسب النهارده، حتى كلنا لو انت لاحظت كلنا كنا رجاله النهارده، ما حدش كان بيزعل حد، ما حدش كان بيتكلم لحد، ما حدش كان بيلوم حد، كله كان بيتكلم بس في مصلحه الماتش، والحمد لله النهارده ركزنا وقدرنا ان احنا نعمل كده ونحقق ال3 نقط. والله يعني النهارده احنا كنا مركزين عشان خاطر كابتن ايهاب ما يمشيش، يعني كنا بنهدي له الفوز ده النهارده، كان كله مركز ان احنا اللي هو كابتن ايهاب مش احنا بقالنا 3 سنين معاه. يفتتح اليوم الاسبوع 27 للدوري الايطالي بثلاث مواجهات قويه، ففي قمه لقاءات الاسبوع يستقبل روما وصيف البطوله فريق نابولي صاحب المركز الثالث بفارق 5 نقاط، كما يحل بيسكارا متذيل الترتيب ضيفا خفيفا على سامبدوريا الذي يحتل منتصف الجدول في المركز العاشر، واخيرا يواجه اي سي ميلان سابع الترتيب نظيره كيفو فيرونا صاحب المركز 11. وتستكمل باقي لقاءات الاسبوع غدا ب7 مواجهات ابرزها يوفنتوس امام اودينيزي، ولاتسيو مع بولونيا، وفيورنتينا مع اتلانتا، وانترناسيونالي امام كالياري.
تستأنف اليوم مباراة الأسبوع 23 من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم بونزليغا بسبع مواجهات، حيث يحل المتصدر بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على كولن سابع الترتيب، فيما يستضيف بروسيا دورتموند الثالث فريق باير ليفركوزن ثامن الترتيب، ويواجه فيردر بريمن صاحب المركز الخامس عشر نظيره دارمشتات متذيل الترتيب، فيما يلاقي الرابع هوفنهايم فريق انجلشتات وصيف المتذيل، بينما يحل فولسبورغ صاحب المركز الرابع عشر ضيفا على ماينز الحادي عشر، واخيرا يستقبل مونشنغلادباخ عاشر الترتيب على ملعبه فريق شالكا صاحب المركز الثاني عشر. تستأنف اليوم لقاءات الأسبوع 26 من الدوري الإسباني بأربع مواجهات، ففي المباراة الأولى يسعى برشلونة إلى تحصين صدارته حينما يستقبل على ملعبه كامب نو فريق سلتا فيغو عاشر المسابقة، في المقابل سيكون ريال مدريد في اختبار صعب أمام إيبار سابع الترتيب، ويستضيف فياريال سادس الترتيب إسبانيول التاسع، وأخيرا يلعب ديبورتيفو ليغانس السادس عشر أمام الثامن عشر غرناطة. تفتتح اليوم لقاءات الأسبوع 27 من الدوري الأقوى والأشرس في العالم الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج بسبع مواجهات قوية، ففي قمة لقاءات هذا الأسبوع يستقبل ليفربول خامس الترتيب نظيره أرسنال الرابع والذي يسبق الريدز بنقطة وحيدة، كما يستضيف مانشستر يونايتد سادس المسابقة فريق بورتموث الرابع عشر، فيما يحل ساوثهامبتون صاحب المركز الثالث عشر ضيفا على واتفورد الثاني عشر، كما يستقبل ليستر سيتي حامل اللقب المتخبط هذا الموسم باحتلاله المركز الخامس عشر نظيره هال سيتي وصيف متذيل الترتيب، وفي المباريات الأخرى يلاقي ستوك سيتي فريق ميدلزبرا ويستضيف ويست برومتش ألبيون نظيره كريستال بالاس، وأخيرا يواجه سوانزي سيتي بيرنلي. تأهل الإسباني فرناندو فرداسكو إلى المباراة النهائية لدورة دبي الدولية للتنس البالغ مجموع جوائزها 2.6 مليون دولار بفوزه في نصف النهائي على الهولندي روبن هازا بنتيجة 3-1، ويعد هذا هو الفوز الثالث على التوالي لفرداسكو على هازا بعدما تغلب عليه في ربع نهائي دورة بوخارست والدور الأول لدورة باريس للماسترز العام الماضي، والرابع في سبع مباريات جمعت بينهما حتى الآن. ويلتقي فرداسكو في المباراة النهائية البريطانية أندي موري الذي تغلب على الفرنسي لوكاس بويه. مشاهدينا إلى هنا انتهت جولتنا الرياضية، أشكركم على طيب المتابعة، أما الآن عودة لزملائي شمال كردي وحسان بشير، إليكما. شكرا لك يا اسماء قنديل على هذه التفاصيل في الرياضة.